اش اشرف واش نقدر نعتبروا هذا احسن هدف ماركيتي في المشوار ديالو لو ميور وإلى إيه وإلى أحسن بيت اللي درت دابا برو فرحان وانت الفرقة وكونتينيو كومسا وفرحان اللي دوسنا مرة زي لا كنت كنتريني هكي ناس ويا مع الدراري وشفت سيبيريا ديال الكارديان كيمشي داغيا لاخر بلاصة وقلت بوفا خليني هذي غادي نسيبها والحمد لله دخلت وعاونت الفرقة في مورانا وغادي ان شاء الله غادي نديرو كل شيء باش ندو الكاس المغرب كاينين شي مشجعين اللي معايا وكنشكرهم على الميساجات ديالهم واخا ما نقدرش نجاوب كل شيء وبالنسبه اللي كينتقدوا كنتمنهم انهم يعرفوا ينتقدوا لحقاش حنا عندنا عائلات وعندنا والدين كيدخلوا يقراوا داك الشيء الكره كتبقى كيف ما هي الحمد لله كيف ما قلت لهم ديك النهار انا ما كندخلش باش نماركي كندخل باش نعاون الفريق كامل باش نجري باش نتقاتل باش نلعب على هذا الدرابو هذا هو فرحان اننا غادي نبقاو هنا في يوم من الماتش اللي فات وحنايا كنفكروا بلي خصنا نبقاو هنايا الحمد لله اللي كنا لاعبين على الرباح وعلى التعادل ما كتبش لينا الربح هذا الماتش هذا الحمد لله اللي حققنا التعادل باش نبقاو هنايا والخير القدام ان شاء الله كنتمنى من الجماهير كاملين انهم يكملوا بالتشجيعات ديالهم لهذا المنتخب المغربي لان كيف ما قلت ديك النهار الماتشات ماشي صعابين الماتشات كيتبدلوا اي فرقه في اي لحظه تقدر تخسر اي لحظه تقدر تعادل وبالنسبه لي انايا كالمباراه اللي قدمت في هذا الماتش هذا لانني دخلت باش نعاون الفرقه وباش نجري باش نلعب حتى اخر دقيقه اللي غيعطيني المدرب وبالنسبه للجماهير اللي كاين ينتقدوني كنتمنىهم انهم ينتقدوا يعرفوا كيفاش ينتقدوا لحقاش عندنا عائلات عندنا والدين كيدخلوا كيقراوا داك الشيء يحاولوا يعرفوا ينتقدوا بلا سبان بلا والو الحمد لله ماتش مزيان كما قلت لك ترى داك الخطا ديال الزلقه ولكن الحمد لله الكره هذه مي خص تكون قوي طرات هذا الخطا الحمد لله عندنا جروب قوي كنا خاسرين 1-0 تعادلنا 2-1 تعادلنا هذاك الشيء باين عندنا حد جروب مزيان ان شاء الله يكون خير ان شاء الله في الماتش الجاي ان شاء الله لا فتش واحد بلاصه كانت بحال اللي كانت خاويه زلقت كره هذه شطره مرات مش مارك لي سفيان انت زوين مرات زاكا سفيان خير كره هذه ما عندنا ما نديرو كاين الحمد لله كما قلت لك هو المهم ان الاول الجروب هو المهم يعني كنا عارفين غتكون مقابله صعبه كان المبتغى ديالنا هو نحافظوا على الصداره ديال المجموعه الحمد لله تاثرنا داك الشيء غادي نسول المقابله ابتداء من غد غادي نفكروا المقابله ديال التمون ان شاء الله وخاصه اللي كتفكروا فيه اللي باغي يتفاداه يعني انا صراحه بالنسبه لينا وبالنسبه للفريق يعني ما تنفكروش في الخصم قد ما كنفكروا فينا حنايا خاصنا نكونوا موجودين يعني اي منتخبات تطرحهم خاصنا نكونوا واجدين ان شاء الله ديجا بسم الله أيوه. يلا ديجا بسم الله ان شاء الله أيوه. ويعني حنا المبتغى ديالنا هو المنتخب يفوز يعني الاهداف غادي تجي ان شاء الله مع الوقت يعني المهم هو المنتخب يفوز الحمد لله حققنا الاهم هو دور التمون ان شاء الله فيصل الماتش اليوم كان صعيب بزاف ولكن اسرينا تعادل واسرينا صداره ديال المجموعه عاودينا على الصعوبه ديال الماتش اكيد كان انت فيصل الحمد لله فرقه كامله خدمت مزيان الحمد لله رجعنا الماتش تعادل ان بوان حنا الاولين في هذاك الجروب الحمد لله دابا غنبقاو هنا في نفس اوتيل في ياوندي غنلعبوا عاوتاني هذيك الويتيام دو فينال هنا في هذيك ستاد الحمد لله دابا عندنا السيمانه باش نوجدوا باش نخدموا باش نبريباريو الماتش اللي جاي ان شاء الله حيت دابا لو بلوز امبورطون هو جا لو ويتيام دو فينال ان شاء الله يكون خير حنا بغينا نلعبوا لا بروميير بلاص هي البلوز امبورطون بيان سور كنا بغينا نربحوا هذيك الماتش ولكن ما كتبش ولكن الحمد لله خدمنا مزيان On est tombé aussi contre une bonne équipe du Gabon. La Katchouf d'abord, Katchouf la Coupe d'Afrique, tu marques là. Et il fera que tu crasses. Et il fera que ma brèche te sort. Ou le frère Kéga, Gama, Frère Kéquart, à Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Dakshi, tout ce qui est le Tadou. Alhamdoulilah, Khadim Namzian, il y a un point. À la fin du groupe, je suis le Katchouf. Katchouf, je suis le Wul ou Tiani, je suis le Wulim. Alhamdoulilah, d'abord, le plus important, 12 ou la 8ème de finale. ونخدموا مزيان بريبارو مزيان لو تشامبيون دو فينال باش نكونوا واجدين ما كاينش فرقه خايب ولا فرقه صغيره في الافريق لا بلا ما نرجعوا في 2019 فهمتي داكشي اللي دوزنا انا مازال عندي داكشي في قلبي في دماغي ولكن
الحمد لله يا با ديكيب بيتي دون دونك كوب دافريك ما فكرناش عاوتاني ما فكرناش بزاف بقاو هنا ولا نمشيو لهنا بغينا نربحوا هذا الماتش باش نبقاو حنا الاولين في هذاك الجروب داكشي اللي